رأس صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بتصريح أكد فيه أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رفع خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة منح جلالته جائزة الإنجاز مدى الحياة من قبل منظمة سيتري الأمريكية وجائزة سامويل زومر من الكنيسة الإصلاحية بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا سموه أن هذا التكريم يعكس ثقة واحترام العالم لإنجازات ونهج ملك كرس جهوده في تنمية وطنه وتجاوز عطاؤه حدود بلاده في خدمة الإنسانية وفي تعزيز قيم التسامح واحترام الأديان، وهو ما حظي بتقدير إقليمي ودولي كبير. عكست هاتين الجائزتين جانبا منه. بعدها أكد مجلس الوزراء على أهمية الفعاليات التي تفتح المجال أمام المزيد من التعاون في مجال صناعة النفط والغاز وتسهم في رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي وزيادة فعاليته في النشاط الاقتصادي والتنموي، مشيدا المجلس بنتائج معرض الشرق الأوسط للتكرير والبتروكيماويات العاشر بتروتك الشرق الأوسط 2016 والذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء. وأناب سموه لافتتاحه سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. وفي هذا الصدد قدم وزير النفط إيجازا حول المعرض وأهميته والفعاليات التي اشتمل عليها. بعدها دان مجلس الوزراء بشدة الاعتداء على سفينة الإغاثة المدنية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في باب المندب، ووصف مجلس الوزراء هذا العمل بأنه إرهابي وخارج عن كافة الأعراف والمواثيق الدولية ويتنافى مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإرسال المساعدات الإغاثية إلى الجمهورية اليمنية للتخفيف من معاناة شعبها الشقيق، فضلا عن كونه انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقوانين الملاحة الدولية. ثم عبر مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للقصف المتواصل الذي تتعرض له مدينة حلب واستهداف المستشفيات والتجمعات المدنية مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الضحايا، وحث المجلس المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤوليته في حماية المدنيين والأبرياء ووضع حد للمأساة الإنسانية والجرائم الوحشية التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق وإنهاء معاناته وحقن دماء شعبه. بعد ذلك حذر مجلس الوزراء من بعض القوانين والتشريعات التي تضر بالعلاقات بين الدول وتشكل مصدر قلق لها لأنها تمس الحصانة السيادية للدول وتخالف مبادئ القانون الدولي، داعيا إلى مراعاة آثارها السلبية على مستقبل العلاقات بين الدول وما تشكله من أضرار على مسار التعاون الدولي في وقت تكثر فيه الحاجة لتكثيف مثل هذا التعاون لا إضعافه لمواجهة التحديات المختلفة. ثم نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية. أولا، وافق مجلس الوزراء على 3 مشروعات مراسيم بقوانين جديدة، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي عرضها سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. ويتعلق الأول بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 12 لعام 1971 بشأن المرافعات المدنية والتجارية، ويتمثل في تنظيم إدارة الدعوة بحيث تتمكن المحكمة المختصة من البت في الدعوة دون تأخير، وذلك بعد تقديم المذكرات والمستندات أمام مدير الدعوة بشكل مسبق، مما يشكل إضافة هامة للمنظومة القانونية والداعمة لمتطلبات النشاط الاقتصادي والاستثماري. أما مشروع المرسوم بقانون الثاني فهو بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لعام 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، ويتمحور التعديل حول فصل ذمة الزوج عن ذمة الملزم بالكشف عن الذمة المالية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي فصلت ذمة الزوج عن زوجها وأعطتها كامل الحق والأهلية في تحمل الالتزامات بما فيها حقها في التملك مستقلة عن زوجها وساوت بينهما أمام القانون في جميع الحقوق المدنية.
كما يشمل التعديل استثناء المنقولات من العناصر الواجب الإفصاح عنها في القرار، فيما قرر المجلس تعديل اللائحة التنفيذية بحيث توجب الملزم بالإقرار الإفصاح عن تضارب مصلحته الشخصية مع مقتضيات عمله. أما مشروع المرسوم بقانون الثالث فيختص بتعديل أحكام القانون رقم 26 لعام 2014 بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف تقوية هذه المؤسسة وإعطائها المزيد من الصلاحيات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ورفع تصنيفها دوليا، بما يجسد التزام المملكة بصون حقوق الإنسان وتواصل اهتمامها بتطوير الجوانب المتعلقة بهذا المجال. ثانيا، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يلغي هيئة شؤون الإعلام وتباشر بموجبه وزارة شؤون الإعلام كافة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الإعلام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة والمعمول بها في المملكة، وتؤول إليها كافة الاعتمادات المدرجة لهيئة شؤون الإعلام في الميزانية العامة للدولة، وينقل إلى هذه الوزارة جميع موظفي هيئة شؤون الإعلام بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بإعادة تنظيم وزارة شؤون الإعلام بحيث تكون من وكيل وزارة وثلاثة وكلاء مساعدين وتسع إدارات. ثالثا، وافق مجلس الوزراء على التوقيع على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان وتفويض وزير الخارجية بالتوقيع عليه وفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن. رابعا، أخذ المجلس علما بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات في ضوء انتهاء العمل بنظام مستوى التعرفة التفضيلية الممنوحة لصناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات الذي كانت تتيحه اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية. واستعرض المجلس من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالخيارات المتاحة للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق الاستفادة في القطاعات المختلفة، ومنها قطاع صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات والمواد الأولية الداخلة فيها. خامسا، بحث مجلس الوزراء 5 اقتراحات برغبة تتعلق بكاميرات المراقبة الأمنية ومكافحة الجرائم وعلاوة الخطر لبعض الوظائف وحل مشكلة الأمطار ومركز شباب النعيم، حيث وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والذي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.